السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء من قناة الشروق. نستهلها بالعناوين. وزراء دول سد النهضة يبدأون اجتماعاتهم بواشنطن بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية. مجلس السيادة يؤكد عزم حكومة الفترة الانتقالية على حل مشاكل القطاع الزراعي وإعادة تأهيله. القوات المشتركة السودانية الليبية تتمكن من تحرير رهائن من يد عصابات الاتجار بالبشر على الحدود مع ليبيا. أهلا بكم مشاهدينا. يبدأ اليوم بالعاصمة الأمريكية واشنطن الاجتماع الوزاري الخاص بسد النهضة، والذي يشارك فيه وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث السودان مصر وأثيوبيا، وذلك بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت وزيرة الخارجية وصلت واشنطن مترئسة وفد السودان المشاركة في الاجتماع الذي يضم وزير الري والموارد المائية ياسر عباس والسفير محمد عبدالله التوم المدير العام للشؤون الأوروبية والأمريكية بالخارجية. وتوقعت مصادر إعلامية أن تجري وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله خلال الزيارة مباحثات مع الخارجية الأمريكية حول العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة وسبل تعزيزها. أعلن مجلس السيادة الانتقالي إطلاق أول قمر اصطناعي للأغراض العسكرية والاقتصادية بشراكة مع إحدى الدول الكبرى، وذلك بهدف تطوير البحث في مجال الفضاء وامتلاك قاعدة بيانات واكتساب المعارف والعلوم الخاصة بالتقنيات الفضائية، إضافة إلى اكتشاف الموارد الطبيعية وخدمة الجوانب العسكرية في السودان. جاء ذلك خلال أول اجتماع لمجلس الأمن والدفاع الذي ترأسه رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان. من جانبه قال عضو المجلس محمد الفكي عقب الاجتماع إن المجلس تلقى تقريرا من رئيس مجلس السيادة عن إطلاق قمر اصطناعي سوداني في الفترة الماضية للأغراض العسكرية والاقتصادية. في إطار وصولنا لعصر جديد من الإعلان عن كافة المعلومات، ارتأينا الإعلان عن القمر الصناعي السوداني اللي هو بشراكة مع إحدى الدول الكبرى، في أنه في خلال الشهر القادم سيكون إدارته بالكامل من السودان، وبيهدف المشروع ده طبعا لتطوير البحث في مجال صناعة الفضاء وامتلاك قاعدة البيانات واكتساب المعارف والعلوم الخاصة بالتقنيات الفضائية، زائد الدعم في كافة المجالات اللي هي مهمة جدا بالنسبة لنا في الفترة القادمة في استكشاف الموارد الطبيعية والمراقبة البيئية والرصد الزراعي. نحن بنأمل انه هذا القمر يساعد في تكوين قاعدة بيانات ضخمة جدا بيحتاجها السودان وهو داخل لعصر جديد. امتدحت عضوة مجلس السيادة عائشة موسى الأدوار التي يضلع بها أبناء السودان في دول المهجر في المجالات كافة. والتقت عائشة موسى وفدا من منظمة هيلث بارتنرز العالمية برئاسة خالد عطا المنان، وبحث اللقاء تسهيل عمل المنظمة التي تعمل في مجال توفير الأدوية للمواطنين في كثير من الدول النامية حول العالم. ووعدت عائشة بتقديم الدعم الممكن من أجل تسهيل الإجراءات التي تمكن جميع أبناء السودان العاملين بالخارج من المساهمة في القضايا التي من شأنها رفع المعاناة عن المواطنين في مجالات الخدمات المختلفة وعلى رأسها الصحة. سعادتها مشكورة، شرحنا لها كل الحاصل ووريناها إنه المنظمة بتشتغل كيف والأدوية بتتوفر كيف، ورحبت بالفكرة، وإن شاء الله من هنا ولقدام افتكر ناس كثيرين زينا وموجودين في كل أنحاء العالم، كل زول بعد ممكن يشارك في مجاله وفي الطريقة اللي بيقدر بها على أساس إنه يسهم في بناء الوطن ويخفف من المعاناة اللي بيعانوها المواطنين. أكدت عضوة مجلس السيادة رجا نيكولا أن حكومة الفترة الانتقالية عازمة على حل مشاكل القطاع الزراعي وإعادة تأهيله والنهوض به حتى يساهم في الاقتصاد السوداني والدخل القومي. جاء ذلك لدى مخاطبتها حفل توزيع معدات وآليات زراعية لعدد من ولايات السودان ضمن برامج ومشاريع مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بدعم من مملكة السويد وبشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقالت نيكولا إن الدعم المقدم للولايات يمثل حلقة مهمة لدعم المزارعين بهدف تعزيز القدرات وتحضير الأراضي وحصد المحاصيل وزيادة الإنتاج والإنتاجية
ويعتبر دفعة مهمة لتطوير العمل الزراعي بولايات الشمال وجنوب وغرب كردفان وسنار والنيل الأزرق، والتي تمثل الزراعة فيها مصدر الدخل الرئيس لمعظم السكان. إن الدعم المقدم لهذه الولايات يمثل حلقة مهمة من حلقات دعم المزارعين بهدف تعزيز قدراتهم لزيادة الإنتاج، وسوف تساعدهم هذه الآليات في تحضير أراضيهم للزراعة وحصد محاصيلهم، كما إن هذه المعدات والآليات الزراعية من الجرارات والحاصدات والدساكي تمثل دفعة مهمة لتطوير العمل الزراعي في هذه الولايات التي تمثل الزراعة مصدر دخل لمعظم سكانها. أفادت وزارة الخارجية أن الجالية السودانية في العراق بخير، ولم يتعرض أي مواطن سوداني مقيم فيها للأذى، وذلك على خلفية التظاهرات الاحتجاجية التي انتظمت بغداد ومدن عراقية أخرى ورح ضحيتها مئات القتلى وألاف الجرحى. وأوضحت الوزارة أن السفارة السودانية في العراق على اتصال دائم على مدار الساعة مع رؤساء الجاليات الفرعية في المدن الجنوبية والجالية الرئيسة في بغداد. التقى وزير الثقافة والإعلام السفير التونسي لدى الخرطوم هاشم العجيلي بمكتبه للتباحث حول سبل دعم وتعزيز التعاون والتواصل الثقافي والإعلامي بين البلدين. وأوضح السفير التونسي مدى ترابط البلدين منذ قدم التاريخ، مؤكدا سعيهم لتعزيز سبل التواصل بين شعبي البلدين وتفعيل الاتفاقيات الموقعة في مجال الإعلام والثقافة والسياحة بهدف تعزيز الفواصل بين الطرفين. من ناحية أخرى، التقى وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح سفير دولة قطر لدى الخرطوم عبد الرحمن الكبيسي، وتطرق اللقاء للتباحث حول مجالات الإعلام والثقافة والسياحة من أجل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. أعلن وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام رشيد سعيد عن سعي الوزارة لتذليل المعوقات أمام قطاع الإعلام الخاص، وبخاصة توفير ترددات للبث مع إعطاء الأولوية للإذاعات ذات الرسالة والبعد القومي، مؤكدا أهمية السلام وأنه رأس الرمح في أولويات المرحلة وضرورة أن يحس المواطنون بالسلام في معاشهم وكافة مناحي الحياة. جاء ذلك لدى لقائه مدير الإذاعات والقنوات الخاصة الذي أكد فيه أن الحرية هي إحدى شعارات الثورة، ولا توجد خطوط حمراء إلا فيما يتعلق بالعنصرية وهدم النظام الديمقراطي، مشيرا إلى ضرورة وجود قانون موحد ينظم العلاقات بين الدولة والأجهزة الإعلامية المسموعة والمرئية والمقروءة. تمكنت القوات المشتركة السودانية الليبية من تحرير 100 سوداني من يد عصابات الاتجار بالبشر على الحدود مع ليبيا في كل من منطقة المثلث وكرب التوم الحدوديتين، وذلك إلى جانب استعادة 6 عربات كبيرة على متنها عربات صغيرة، إضافة إلى اعتقال عدد من الناشطين العاملين ضمن عصابات الاتجار بالبشر على الحدود. ووصف قائد ثاني القوات المشتركة ناصر الأمين بشير الضبطية بالنوعية والاستراتيجية، مضيفا أن قواته على أهبة الاستعداد لحفظ الحدود ومحاربة جرائم الاتجار بالبشر التي باتت نشطة وبصورة كبيرة، ما يستدعي تضافر الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية الوطنية والدولية لضبط الحدود. أفراد الاستخبارات العناصر تحصل على معلومات بوصول 112 مبعث سوداني من جمهورية ليبيا، ووصلوا لحد الحدود كالعدد العدد للمره الثانيه ممكن او الثالثه بيخطون في الحدود وبيخلوهم يرجعوا، فبكونوا معرضين لعطش والجوع والمرض والتعب بتاع السفر والانهاك بتاع السهر والمعامله السيئه اللي بيقوها في جماهيريه هناك. فبحمد الله القوات المشتركه السودانيه الليبيه بتقوم بدورها كاملا من حيث انه توفر للمبعدين السودانيين المكان الإقامة والإعاشة والأكل والشراب والموية وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، وبتشرف عليهم في الفترة وصولهم دي. من جانبه أكد قائد القوات المشتركة بمنطقة كرب التوم قائد عملية تحرير الرهائن والعربات عبد الله عوض محمد، أكد أن العملية كانت نوعية وأن القوات خاضت مناورات صعبة وخطيرة حتى تمكنت من تنفيذ المهمة بنجاح ودون خسائر، وقال إن العصابات أبدت مقاومة شرسة إلا أن حرفية القوات السودانية رجحت الكفة وأكملت العملية بنجاح تام، مؤكدا أن الرهائن يتمتعون بصحة جيدة وقامت قواته بتقديم ما يلزم لكل الرهائن السودانيين.
وصلنا نبأ من رئاسة القوات السودانية الليبية مفادها بأن هنالك عدد 6 عربة تم السيطرة عليها بواسطة عمليات الاتجار بالبشر. ومن جانبنا قمنا بتعيين قوة متماسكة من محطة كرب التوم وتمشيط المنطقة لمدة 4 أيام متوالية إلى أن تم العثور على عدد 2 عربة في اليوم الثالث، وبعدها تمت مواصلة البحث عن بقية العربات والتي كانت توجد معها عدد من المواطنين. من جانبهم عبر عدد من الرهائن السودانيين الذين تم تحريرهم من قبضة عصابات الاتجار بالبشر، عبروا عن سعادتهم بتخليصهم وعودتهم سالمين من قبل القوات السودانية التي استبسلت من أجل تحريرهم. وروى عدد منهم فصول المعاناة التي وجدوها داخل ليبيا من قبل السلطات الليبية من قهر وتعذيب وصنوف من المعاناة، ذلك غير المطالبات بفدية كبيرة عن كل فرد من السودانيين. فالناس دي حقيقة ان احنا لما جانا الخبر بالثلاث لواري الاولى بانه طالبين منهم مبلغ ما يعادل يمكن 2 مليار سوداني، وفعلا احنا وصلنا للمعسكر هنا وريناهم الحاصل ونشكرهم على جهدهم اللي هم سووه وقدموا ده، كثير الشكر. لله احنا تجار بين المثلث ودنقلة، حاملين 6 سيارات ومن المثلث ماشيين على الدنقلة، اختادونا عصابات بتاع تجار البشر، اختادونا برا الشارع، والحمد لله فدش قوات الشعب المثلث السوداني بقيادة اخونا المقدم عبد الله تبو واخونا الرائد ياسر والقوات المسلح والضباط وباسوا جينا نشكرهم، والحمد لله رب العالمين اللي هيقونا في كل الاوكار بخبر الاستخبارات واخرجونا من يد العصابة، والحمد لله الان في هامية كهرباء ثم بفضل الله ونود علينا ان شاء الله. مشيت اعداد التحاليل بس دقوني كلباش ودوني السجن، يعني من مشيت يدوق يا زول كم خرطوش في ظهرك، يقول لك اجري تعال تمشي الباب داك وتجي جاري، تمشي الباب داك وتجي جاري، بدخلوك السجن جوا ويتشربك وين من الحمام جوا مويه مالحه كويس، دار تتوضى تصلي تتوضى في الحمام جوا ذاته، وتمرك تصلي جوا في الغرف دي، الغرف كلها وسخانه كلها مغمله وكلها عفنه، وبعد داك منه الفطور بتاني مرات الساعه 5 وجيله مرات بعد المغرب الفطور، وفطور بس يعني حاجة كعبة جدا جدا، يعني واحد كان ما يخاف يقع ما يأكل ذاته نهائي. كنا قاعدين يعني صبرنا أكثر من، يعني أنا هسه أقول لكم لي 12 يوم في السجن، مشيت ليبيا كلها لي شهر، 6 يوم في التركينة و12 يوم في السجن، بعد ما كنا في السجن وبعد ذلك طلعونا في الرحلة وجينا. قالت وكيلة وزارة العدل سهام عثمان إن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وضعت استراتيجية شاملة للأهداف والرؤى الوطنية، وأكدت لدى مخاطبتها ورشة حول خطة عمل اللجنة أن الاستراتيجية تتسق والإنسانية والمواثيق الدولية والمعاهدات التي صادق عليها السودان في مكافحة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، ونبهت إلى أن السودان يستقبل عددا كبيرا من المهاجرين واللاجئين من مختلف دول الجوار على الرغم من الإفرازات السالبة للحصار الاقتصادي المفروض عليه منذ وقت طويل، مما يدفع السودان لطلب المزيد من المساعدات ومساهمات المجتمع الدولي عبر المنظمات ووكالات الأمم المتحدة للاطلاع بدورها في توجيه مزيد من الدعم لرعاية اللاجئين وضحايا الاتجار بالبشر. بدأت اليوم عمليات إنتاج السكر بمصنع سكر الجنيد لهذا الموسم، وقال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس إن الدولة اتخذت الخطوات والإجراءات كافة للنهوض بقطاع السكر لأنها صناعة استراتيجية، وذلك بحل المشاكل والعقبات التي تواجه المزارعين والعمال بالمصنع. وأكد وزير الصناعة والتجارة عزم الوزارة حل المشكلات التي يعاني منها قطاع صناعة السكر من خلال تحسين ظروف العاملين وبيئة العمل، وأشار الوزير إلى وجود مشكلات يعاني منها القطاع ووصف حقوق العاملين بأنها مشروعة، وأن من واجب الوزارة السعي لتحقيقها وتهيئة البيئة الملائمة للعمل لتطوير صناعة السكر في السودان.
في مشاكل كثيره بتحترض صناعه السكر، في مشاكل كثيره بيعانوا منها المزارعين، وفي مشاكل كثيره بيعانوا منها العمال. واجبنا انه نزعى باكبر مجهود لانه تتحسن ظروف وبيئه العمل، لانه دي صناعه استراتيجيه، ولانه هم عندهم حقوق وعندهم مطالب بفتكر انها هي مطالب مشروعه، سنجتهد لانها هي تتحقق في اقرب فرصه ممكنه حتى تتطور صناعه السكر وتتطور انتاجيه مصانع السكر السودانيه. دشن تجمع القوى المدنية بولاية النيل الأبيض في مؤتمر صحفي بكوستي انطلاق أعماله بالولاية. وأوضح الناطق الرسمي باسم التجمع منصور علي عبيد أن التجمع عبارة عن تشبيك لمجهودات المنظمات الوطنية والطوعية والقطاعات الشبابية والنسوية لتقديم خدمة لمجتمع الولاية خاصة والمجتمعات الريفية على وجه العموم. وقال إن خطة التجمع ترتكز على إجراء مسوحات اجتماعية بكافة محليات الولاية لمعرفة الاحتياجات الأساسية لإنسان الولاية بهدف إحداث تطور حقيقي في مجتمع ولاية النيل الأبيض. المنظمات الفئوية والشبابية والنسوية وغيرها والتنموية والتوعوية التي تقوم بكافة الأدوار تجاه المجتمع، عبر هذا المؤتمر الصحفي ندشن تربية أو تشبيك، عملية التشبيك التامة بين هذه المنظمات المختلفة، عسى أن نستطيع أن نسهم في تنمية الولاية وتطوير إنسانها وتطوير الخدمات فيها. ونحن لدينا برامج طموحة جدا في أننا عبر هذا التجمع أننا نسهم مع القوى الأخرى السياسية منها والمدنية والمهنية في أننا نقدر نقدم لإنسان الولاية ما يستحق من خدمات ومن تضحيات. وصف وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح ميدان المولد بأكبر ساحات الاعتصام حبا للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وأشار خلال تفقده ساحة المولد النبوي الشريف بالسجانة إلى ائتلاف كافة الطرق الصوفية والجماعات الإسلامية ومحبي النبي صلى الله عليه وسلم واصطفافهم تعظيما للمناسبة العظيمة في تناغم وتسامح بساحة المولد، احتفاء بالذكرى المجيدة التي تجسد المعاني الحقيقية للرسالة المحمدية وتعظيم أهل السودان للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. حمل خبير اقتصادي الأزمة الاقتصادية بالبلاد تفشي الفساد وسوء إدارة الشان الاقتصادي. وخلال حديثه في ندوة اقتصادية نظمها مركز الحوار للدراسات الاستراتيجية، قال الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي إن أزمة الاقتصاد الوطني ليست بسبب ارتفاع الدولار، مع أن ارتفاعه يشكل واحدا من جملة أسباب أدت إلى تدهور الاقتصاد. ووضع الرمادي وصفة تتضمن عدة مقترحات، قال إنها ستعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية، أبرزها إيقاف الحرب وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإيقاف العمل بسياسة التحرير الاقتصادي. الحلول هي أنك تتخلص من أسباب هذه المشاكل، وأن تكون هناك رؤية سليمة لمشاركة الرأي الاقتصادي عندما يتخذ قرار في أي ناحية من مناحي الحياة السودانية، وهذا يجنب البلاد الأخطاء. لا بد من أن يأخذ رأي الاقتصاديين واقتصاديين مقتدرين. النقطة التالية أنه يتم الاهتمام بالعملية الإنتاجية، يعني